بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ باذن الله النهارده هيبقى اكيد بقى اكيد عشان انا وعدتكم اكتر من مره ان ده باذن الله هيبقى اخر فيديو في الستاك اري بيزد امبلمنتيشن مع اخر حته خالص. احنا المفروض خلصنا المره اللي فاتت، بس حته زياده كده عندكم عشان تكون الامور واضحه شويه. الستاك توب محتاجين نكتبها بشكل مختلف شويه عن اللي احنا كتبناه قبل كده في الامبلمنتيشن ليفل، وفي نفس الوقت برضو هنكتب بقى دلوقتي الفايلز بتاعه الستاك نفسه ونفرقهم عن بعض ونعمل لهم لينك عشان الامور تكون واضحه بالنسبه لك في كل الاوقات. طيب انا قلت في الاول خالص ان الامبلمنتيشن او الامبلمنتر لما يجي يكتب لك التسعه فانكشن اللي احنا اتفقنا عليهم او التسعه اكسسنج ميكانيزم كتبهم لك واداهم لك وقال لك انت هتحتاج بيهم تعمل اي حاجه، نادي عليهم في المين بروجرام وخلاص الموضوع انتهى. طيب نفترض ان هو بيكتب الفانكشنز ديت مثلا ما كتبلكش الستاك توب او الستاك اللي انت واخده من امبلمنتور ما فيش فيه كلمه ستاك توب، ما فيش فيه فانكشن ستاك توب اصلا، يعني ما تعرفش انك تنادي عليها في اليوزر ليفل فترجع لك اخر اليمنت موجود في الستاك من غير ما تمسح الاليمنت ده من جوه الستاك. كويس كويس جدا. طيب هو هنا بيقول اكسرسايز مثلا هاو تو رايت ذا فانكشن ستاك توب ان ذا يوزر ليفل. ان ذا يوزر ليفل معناه ايه؟ معناه انك تكتب الفانكشن ستاك توب في اليوزر ليفل عادي جدا بس باستخدام الفانكشنز اللي مديها لك الامبلمنتر بس. هتقول لي طيب ما انا ممكن اكسس الستاك نفسه، اكسس الاستراكت نفسه. هقول لك طب ما انت الحاجات دي ما عادش هتبقى شايفها اصلا. احنا اتفقنا في الاول خالص احنا بنكتب الكلام ده كده في المين نفسه عشان بس اوريك الدنيا هتمشي ازاي واقولك ان الحاجات ممكن تتكتب فعلا هنا، بس بعد كده كل حاجه هتفصل في ملف لوحده. كل حاجه هتكون اصلا الملف المفروض اللي مكتوب فيه الامبلمنتيشن هيبقى باينري فايلز، هيبقى زيروز وانز، عمرك ما تعرف تقراه، وهيتعمل له لينك في البرنامج بتاعك بحيث انك لما تنادي عليهم الاثنين يعملوا كومباين مع بعض والموضوع يشتغل ويرن، لكن انت في الاصل وفي الفعلي ما عدتش هتشوف الحاجات المكتوبه اصلا. كويس؟ فمش هتعرف انك تعمل حاجه جوه الستاك نفسه او جوه الاستراكت نفسه، فهتضطر انك تستخدم الفانكشنز اللي الامبلمنتر مديها لك بس. احنا اتفقنا هي اسمها اكسسنج ميكانيزم ليه؟ لان هي الطريقه الوحيده او الاكسسنج ميكانيزم او الطريقه اللي تعرف تاكسس بيها بس الستاك بتاعك. يبقى انت ما عندكش حل تاني. يبقى لما تفكر تكتب فانكشن جديده في اليوزر ليفل انت مش هتعرف تخرج بره حيز الثمانيه فانكشنز بقى التانيين اللي الامبلمنتر مديهم لك. واصله معايا؟ كويس. فستاك توب هنا بقى، ستاك توب هنا عايز اكتبها. تعال نفكر هي عايزه ايه. هي عايزه منك انك تاخد اول اليمنت او اخر اليمنت انت حاططه في الستاك اللي هو يعتبر اول اليمنت على الوش خالص من غير ما تمسحه. بس احنا اتفقنا في فيديو قبل كده ان احنا مش بنمسحهم فعليا وشرحت فيها كتير. احنا بس كل الفكره انك مش هتعرف تاكسسهم تاني. يا ريت بس قبل ما تشوف الحته دي عشان ما تتلخبطش معايا ترجع للفيديو اللي فات ده او الفيديو اللي قبل اللي فات او حاجه. يعني مش هيبقى عندك طريقه ثانيه انك تاكسسهم تاني. تعال نبص هنشوف كل حاجه دلوقتي. تمام، هعتبر ان ده عندي الستاك. كويس؟ وفي عندي اليمنتس من 0 لحد 4 والتوب واقف لي هنا التوب ب5، يعني التوب واقف في المكان اللي مفيش فيه اليمنتس عشان لما اقول ستاك سايز فالستاك سايز بترجع لي بي اس اكسس توب فهترجع لي السايز بتاعه ب5 اللي هو فيه من 0 لحد 4. كويس؟ يعني في هنا اليمنتس 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 وحطيت هنا مثلا كاركتر اس او اي كاركتر او حاجه. انا عايز الستاك توب ترجع لي الاليمنت ده من غير ما تمسحه من هنا. بس احنا اتفقنا ان هو مش بيتمسح، هو بيفضل موجود لحد ما يحصل له اوفر ريتن او في قيمه تانيه تيجي عليه. طب هتيجي عليه قيمه ازاي؟ لان بمجرد لما بعمل بوب، تعالى نفتكر كده البوب بتعمل ايه؟ البوب بتنزل نازله واحده. يعني البوب الاول بتقول بي اس اكسس توب ماينس ماينس، ارجع للامبلمنتيشن بتاعك. التوب تنزل مره واحده، يبقى التوب هيبقى بكام؟ التوب هيبقى باربعه. يعني التوب بيشاور على المكان رقم 4 او واقف في الاندكس رقم 4. وبعد كده التوب بتقوم مرجعه القيمه هنا، سوري البوب بتقوم مرجعه القيمه بتاعتها، بترجعها في القيمه او في الفاريبل اللي بعتها البوب اللي هو ستاك انتري اللي احنا بعد كده هنشوفه هيبقى ازاي ستاك انتري وكده. كويس؟ تمام. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ خلاص الفانكشن بتخلص. لما بتيجي تنادي على البوب مره كمان، البوب بتنزل كمان مره لتحت، الاول بتنزل مره لتحت وبعد كده بتقوم مرجعه القيمه اللي فيها، خلاص القيمه دي بالنسبه لك انتهت. لو جيت عملت بوش تاني فالاول بيبقى فيه element موجود
يعني بتقوم عامله اوفر ريتن الاول، بتقوم ماسحه الاليمنت ده، حط الاليمنت بتاعها جديد، وتقوم برفع التوب لفوق بواحد كمان، يبقى التوب بخمسه، وخلصت الموضوع او خلص الموضوع، مش كده ولا ايه؟ يبقى كل الفكره ان انا بتحكم في مكان التوب مش اكتر، سواء بنزله خطوه او بطلعه خطوه، بس هو الطريقه اللي بعرف اكسس بيها الاماكن اللي موجوده جوه الاري ده اللي هو المفروض ستاك. كويس؟ كويس جدا. انا بقى مش عايز كده، انا عايز ستاك توب ترجع لي الاليمنت اللي هنا، ترجع لي الاليمنت اللي هنا، والتوب يرجع مكانه تاني في المكان رقم خمسه، بحيث لو عايز اعمل بوب تاني الاقي الاس ده لسه موجود، يعني التوب يرجع مكانه هنا تاني. وصلت لك الفكره شويه؟ يا ترى ايه الفانكشنز اللي هنستخدمها ونكتبها جوه ستاك توب في اليوزر ليفل اللي الامبلمنتر مديهم لي، بحيث انفذ الفانكشناليتي بتاعت الستاك توب، وفي نفس الوقت ما اكسسش الستاك بشكل غير شرعي، او ادخل عليه مكان، او اعرف ادخل على الحاجات اللي جوه نفسها. ايه الحاجات اللي ممكن اعملها بالطريقه دي كده؟ فكر معايا كده شويه، او اعمل بوز للفيديو وشوف ايه الفانكشنز من ضمن الثمانيه اللي انا اديتهم لك قبل كده، اللي احنا خدناهم قبل كده، ايه اللي ممكن يستخدم منهم بحيث ان انا انفذ الفانكشناليتي دي، بحيث ان التوب اول مره ينزل للمكان ده يرجع للاليمنت اللي جواه، وبعد كده التوب يرجع تاني لفوق. سهلتها خالص جدا اهو. تمام، فكر فيه يعني قبل ما اقولها، اعمل بوز للفيديو وفكر فيها شويه، عشان بعد كده انت اللي هتفكر، بعد كده انت اللي هتبني حاجه جديده. احنا اتفقنا احنا كل الكلام ده كله بننمي حاجه اسمها ديزاين، يعني بعد كده في الامتحان او اي اسئله مش هيجي يقول لك اكتب لي الستاك تاني، هو كل الفكره هيقول لك بقى من اللي انت عرفته اعمل لي حاجه جديده، او من اللي انت عرفته استنتج لي حاجه جديده ممكن تعمل على الستاك، وهكذا. فانت دلوقتي لازم بقى تعود معايا انك تفكر، وحاول باذن الله ان احنا طول الفيديوز احاول اخلي الحته دي موجوده عندك ان شاء الله رب العالمين يعني. طيب، اتمنى تكون عملت بوز الفيديو وفكرت فيها شويه. نروح بقى نشوف هي ممكن تتكتب ازاي. زي ما اتفقنا الاول، هي هتتكتب في اليوزر ليفل، مش كده ولا ايه؟ هتتكتب في اليوزر ليفل، لان كل حال من الاحوال انا مش محتاج خالص ان انا اعرف الحاجات اللي موجوده جوه الاستاك فوق، لان كده مش هعرف اعرفها اصلا، لان هي موجوده في ملف تاني خالص. تمام، تعال نقرب الفكره شويه، تعال نفتح الكود بلوكس، مالكش دعوه بالكلام ده عشان ده هنشوفه بعدين باذن الله. تعال نوبن سايلنس. تمام، فاكر الفانكشنز اللي احنا كتبناها هنا؟ اكيد طبعا فاكرها كلها، يعني احنا لازم المفروض ما بعدناش كتير يعني. ديت فانكشن البوش، ودي ده التايب ديفينيشن اللي هو الستراكت نفسه، وده الستاك فول، وده البوب، ودي الستاك امتي، ودي الستاك توب. فاكر بتعمل ايه؟ اول حاجه ايه اللي بيحصل فيها؟ بقول بي اس اكسس توب ماينس 1، وقلنا فيها كتير جدا، انا بجيب الاندكس اللي تحت التوب دلوقتي، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ ارجع تاني لشرح الستاك توب عشان ما نطولش في هنا كتير. هنا برجعه في القيمه اللي هي بي اي. طب نفترض بقى ان الفانكشن دي نفسها مش موجوده، يعني اعمل لها كده كومنت، الفانكشن دي الامبلمنتر مش مديها لك اصلا. تمام، هي هنا الحاجات كلها مكتوبه في نفس المكان اللي البرنامج مكتوب فيه، احنا فاهمين الكلام ده كويس جدا، بس في الاول وفي الاخر ايه؟ الحاجات دي ما عادش تكون مكتوبه هنا خالص، الحاجات دي بالنسبه لك هتتكتب في مكان تاني. انا بعيد وزيد في الكلام ده عشان لما نيجي نشتغل فيه دلوقتي ما تستغربش. فنفترض ان الستاك توب ديت الامبلمنتر، وهنفترض دلوقتي ان الامبلمنتر بيكتب الفانكشنز بتاعته هنا، مش مديها لك اصلا الامبلمنتر، كويس، وطالب منك انك باستخدام الفانكشنز التانيين دولت تعمل لي نفس الفانكشناليتي اللي بتعملها الستاك توب. دي ضمن الاسئله اللي هشوفها بعد كده يعني باذن الله. فطبيعي جدا انك هتكتبها فين؟ هتكتبها في اليوزر ليفل، يعني اكتبها تاني void stack، اكتبها بقى stack top مثلا user level، هتاخد ايه؟ هتاخد integer element مثلا، وهتاخد طبعا stack،
PS. كويس؟ ارتبها لي بقى. عايزك هنا تنادي لي على تو فانكشنز تانيين، شوف سهلتها لك خالص ازاي، بحيث انك تخرج من الفانكشنز ديت معاك الاليمنت في المكان ده، معاك الاليمنت في المكان ده اللي هو اخر اليمنت دخلته، وما يتمسحش من الاستاك. لو عملت بوب بعد كده الاستاك يفضل موجود، او الاليمنت تلاقيه لسه موجود في الاستاك بالشكل ده كده. انا عايز الاليمنت اللي هو كاركتر اس ده يرجع لي في الاستاك توب، يعني يرجع لي في الاليمنت رقم اي. بلاش بقى كاركتر اس، خليه اي رقم انتجر لان احنا شغالين كله انتجر كده، خليه مثلا 3 اي رقم خلاص. يرجع لي في الـ في الـ في الفاريبل اي اللي احنا بعدين في الستاك توب، اللي هي في اليوزر ليفل مش في الامبلمنتيشن ليفل، انك دلوقتي انت اللي تكتبها كيوزر. والستاك توب او التوب نفسها تفضل موجوده هنا، تفضل موجوده في المكان اللي فوق، بحيث حتى لما يجي ينادي على الستاك سايز يكون المكان لسه فيه 5 اماكن، يعني يكون لسه فيه 5 اليمنتس موجودين. كويس جدا كده. تعال نبص يا ترى ايه اللي هيحصل او هتتكتب ازاي. فكر في كل فانكشنز ايه اللي بتعمله بالظبط، يعني فكر في كل فانكشنز بتتعامل ازاي مع الفاريبل توب، وشوف انت ممكن تستخدم او تستفيد من ده ازاي. تعال نمشي واحده واحده، ماشي معاك بالراحه خالص اهو. لو خدنا مثلا الفانكشن ستاك سايز، الستاك سايز بتعمل ايه؟ بترجع لي بي اس اكسس توب. طب تعالى كده، لو ناديت على الستاك سايز هنا ايه اللي هيحصل؟ هترجع لي بي اس اكسس توب. بعد كده استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه خالص. هترجع لي المكان اللي هو فيه التوب دلوقتي، اللي هو اصلا ايه؟ اللي هو يعتبر ما فيش فيه اليمنت اساسا. يعني لو قلت انا عايز مثلا البي اس اكسس توب هنا كده، لو قلت انا هستخدم الستاك سايز فهقول طب والله انا هنادي على البي اس اكسس توب، هرجعه اللي هو فيه كام؟ اللي هو دلوقتي واقف في المكان رقم 5. هل هو جواه اليمنت اصلا دلوقتي؟ لا، لان احنا لو اتفقنا ان التوب واقف في المكان الفاضي، في المكان اللي بيبتدي من اول اليمنت تحتيه فيه اليمنتس، او من اول اندكس تحتيه هو اللي فيه اليمنتس. طب هستفيد بحاجه بالستاك توب في الستاك سايز؟ مش هستفيد منه حاجه. طيب ترافيرس ستاك، هل ممكن اعملها ترافيرس ستاك؟ ترافيرس ستاك اصلا بتعدي على الاليمنت كلها. هتقول لي طيب انا ممكن اغير في مثلا في الامبلمنتيشن ده، يعني ممكن بدل ما امشي على كل الاليمنتس اللي هنا اقول والله طب فور لوب بي اس اكسس توب، وبعد كده اي اكبر من مثلا بي اس اكسس توب ماينس 1، وبعد كده اي ماينس ماينس، وبعد كده رجع لي اللي في المكان ده اللي هو البي اس اكسس توب او الانتري وفي اي ماينس 1 رجعه لي هنا. يبقى كده ايه اللي حصل؟ كده انا فعلا رجعت الاليمنت اللي تحتيه، عملت بترافيرس ستاك. الاول عملت انيشاليز للكاونتر اي بتاعي، التوب واقف لي هنا. كويس؟ يبقى دلوقتي الكاونتر عندي واقف هنا، وبعد كده هقول له طول ما الكاونتر بتاعي اقل من البي اس اكسس توب ماينس 1، يعني طول ما هو اقل من 3 مش كده؟ طول ما هو سوري اقل من 4. يبقى اول ايتريشن هتحصل التوب هينزل هنا، وبعد كده رجع لي المكان اللي جواه. احنا شرحنا ترافيرس ستاك المره اللي فاتت كده، اشتغلت. اقول لك كلام جميل جدا، انت كده استخدمت ترافيرس ستاك، بس كده استخدمت ترافيرس ستاك في الامبلمنتيشن ليفل، فانت كده عملت ترافيرس ستاك ثانيه خالص، مش كده ولا ايه؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش، ان الترافيرس ستاك هي مديها لك طبعا خلاص انتهت، مش هتعرف تغير فيها تاني. هو الامبلمنتر من هناك يقول لك اشتغل بيها كده، هو اللي شغال بيها جوه. انا دلوقتي بقول لك ازاي تشتغل في اليوزر ليفل، مالكش دعوه خالص بالامبلمنتيشن ليفل على الحاجات المكتوبه هنا. طيب في فانكشن ايه تاني ممكن نفكر فيها؟ ستاك فول. ستاك فول بتعمل ايه؟ هي بتتشيك بس اذا كان الستاك فول او مش فول، يعني مش هتعرف تستخدم فيها حاجه. انا بص يعني هي الفكره انك هتلاقي نفسك دايما مقيد، انت بتستخدم الحاجات اللي اوريدي مكتوبه، مش هتعرف تكتب حاجه جديده خالص تاكسس الستاك تاني، ان هو ده فكره الانكبسوليشن او ده فكره الانفورميشن هايدنج اصلا. كويس؟ تعال بقى نبص البوش. تعال نبص البوش. البوش بتعمل ايه؟ بتقول لك والله الكلام اللي انت بعته او الايتم اللي انت بعته
حطه لي في الباس ده. الباس ده اللي هو ايه؟ اللي هو البي اس اكسس انتري اوف بي اس اكسس توب، وطبعا البلس بلس بعد ما يحصل. يعني تعالى النادي على البوش هنا، البوش هنا هتعمل ايه؟ والله انا لو البوش مثلا باعت فيها الاليمنت رقم 5 تمام، او اليمنت رقم 5 وخلاص، هتقوم حطالي الخمسة هنا وتزود لي الطب واحد، الطب هيبقى بستة. طب هل كده انا جيت هنا خالص؟ هل كده عملت هنا اي حاجة؟ ما جيتش ناحيتها. يبقى لو نزلت على البوب على البوش ما استفدتش حاجة برضو. كويس؟ يا رب يكون المول واصل. خلاص نعمل كنترول زد كده، كده كل حاجة تمام، لسه مفيش حاجة خالص اتغيرت مش كده ولا ايه؟ تعال نمسح برضو ده، مش عايز دلوقتي خالص بقى. بس ما بتعملش مع البينتر ده خالص، فهتلاقي ان انا رخي معايا جدا يعني. طيب تعالى بقى نبص على البوب. الاول اراجع تاني، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز التوب ينزل لي خطوة ويقوم يرجع لي القيمة اللي هنا حاططها لي في الاليمنت اللي انا بعته له اللي هي الستاك توب. بعد كده التوب يرجع يعمل ايه مكانه؟ يرجع مكانه تاني مش كده ولا ايه؟ التوب يرجع مكانه تاني، التوب يبقى بخمسة تاني عشان الاليمنت يفضل موجود زي ما هو. طب تعالى نشوف البوب، هل ممكن البوب تعمل لي حاجة شبه كده؟ البوب الأول بتعمل ايه؟ بتنقص لي التوب بواحد، يبقى التوب بدل ما خمسة هيبقى أربعة، اللي هو أول خطوة أنا عايزها هنا بالظبط. يعني التوب هنا هينقص لي خطوة، هيبقى بكام؟ هيبقى بأربعة. أدي التوب هيبقى برقم أربعة، اللي هو هيبقى المفروض في الإليمنت رقم هنا أو في أو واقف في المكان ده مش كده ولا إيه؟ ده طبعا التوب تمام؟ هيبقى واقف لي هنا. يبقى انا كده اول خطوه ناديت على البوب، عشان ايه؟ عشان التوب ينزل لي خطوه لتحت، عشان التوب ينزل لي خطوه لتحت. كويس جدا كده. تعالى نبص تاني، شوف انا بتلخبط ليه من الايكونز اللي تحت دي. تعالى نبص تاني، والله انا نزلت الاول التوب بقى بماينس ماينس، يعني دلوقتي التوب بقى واقف لي في المكان اللي انا عايز ارجع منه الاليمنت ده. كويس جدا كده. وبعد كده اللي هيحصل، والله اللي موجود بقى في المكان ده كده رجعهولي في الفاريبل ده، رجعهولي في المكان ده كده بس، خلاص انتهت. بس لو وقفت عند الخطوه دي، ده طبعا الامبلمنتيشن البوب احنا شرحناها قبل كده. كل اللي هيحصل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ان لو انا خرجت بره البوب والموضوع بالنسبه لي انتهى كده، وناديت على البوب في الستاك توب هنا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هرجع معايا الاليمنت رقم 3، الاليمنت اللي انا عايزه فعلا. بس اوريدي الموضوع مش هيتظبط، يعني لو ناديت تاني على البوب، البوب بعد كده بقى هتنزل على الاليمنت رقم اللي تحتيه، فبعد كده هيفضل ده اتمسح خلاص، مش هينفع ارجع له تاني، ومش ده اللي انا عايزه، انا عايز ارجعه بس واسيبه زي ما هو تاني. محتاج ايه بقى تاني؟ محتاج ارجع التوب فوق تاني. الخطوه اللي بعد كده محتاج ارجع التوب فوق تاني. يبقى بكل منطقيه جدا، ايه الفانكشن اللي ناديها بعد البوب؟ البوش. بس وانتهى الموضوع، وانتهت الحكاية عن رأي كايروكي. طيب يعني دلوقتي انا نديت على البوب والموضوع بالنسبة لي انتهى خلاص، هرجع نادي بعد كده على ايه؟ هرجع نادي بعد كده على البوش. البوش بتعمل ايه؟ اول حاجة الايتم اللي انا واخده هنا هترجعه لي هنا، هتحطه في الباس ده. انا عارف ان الموضوع رخم شوية، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتزود لي التوب كمان بلس بلس. يبقى تعالى بقى نبص هنا كده، هعتبر ان دي فانكشن البوب. كويس، خرجت منها، يعني اول نادها بالنسبه لي لما عليت على البوب، التوب نزل لي برقم 4، التوب بقى ب4، والاليمنت رقم 3 رجع لي في التوب هنا، رجع لي في البوب هنا، دي فانكشن البوب. كويس جدا كده.
يبقى دي فانكشن البوب كده مش كده؟ كده هي راجعه لي بايه؟ راجعه لي بالاليمنت رقم 3 تمام؟ بعد كده هنادي على طبعا دلوقتي التوب واقف لي ب 4 التوب في المكان رقم 4 ما عادش فيه توب رقم 5 دلوقتي خالص. بعد كده هنادي على ايه؟ بعد كده هنادي على البوش. بعد كده هنادي على البوش. البوش هتعمل ايه؟ هترجع لي التوب تاني بالمكان رقم 5 وخلص الموضوع خلاص. والاليمنت اللي هنا هبعته للستاك توب. او الاليمنت اللي هو اللي موجود جوه البوب دلوقتي كده هبعته فين؟ هبعته للستاك توب. وصلت الفكره؟ منتهى بسيطه جدا. كل اللي عملته بس ان انا لعبت في الامور. نزلت التوب واحد وطلعت التوب تاني رجعت زي ما كان. طب ايه الفانكشنز او ايه التو فانكشنز اللي بيعملوا الموضوع ده؟ اللي هم البوش والبوب. يبقى الاول انادي على البوب عشان تنزل لي التوب بواحد وبعد كده ارجع الاليمنت اللي موجود جوه الاندكس اللي التوب دلوقتي واقف فيه وبعد كده ارجع التوب تاني زي ما كان عشان ما يبقاش حصل اي تغيير خالص في الاستاك. تعال بقى نكتبها وده هيبقى الفكره صعبه شويه هتبقى حاجه رخمه شويه ركز معايا. تعال نكتب فانكشن او نادي على البوب. تعال نادي على البوب. البوب مستنيه هنا ايه بقى؟ البوب مستنيه الاول بس سوري احنا هنبعت هنا بي اي هنبعت بوينتر لان طبعا الاليمنت هنا هيتغير فلازم نبعتهم هنا بوينتر. البوب مستنيه ايه يا شباب؟ البوب مستنيه بوينتر للاليمنت بتاعها يعني البوب هنا مستنيه بوينتر ومستنيه بوينتر للستاك كويس؟ كويس جدا كده. بص كده انا هعمل هنا ايه؟ هقول بي اي واقول بي اس. تقول لي يا ابني انت مجنون؟ اقول لك لا والله مش مجنون ولا حاجه بس الفكره في ايه؟ الفكره ان هي هنا مستنيه بوينتر. طيب طب ما ده كده البوينتر انت خلاص عرفت هنا ان هو بوينتر يعني عملت له هنا اللي هو استرسك بي اي فكده خلاص عرفت ان ده بوينتر المفروض. لما تيجي تنادي وتقول هنا كده استرسك وهنا استرسك كده ايه اللي حصل؟ هو هيروح بقى للمكان الفعلي يعني احنا اتفقنا زمان جدا لما كنت مثلا بتقول كده انت احنا قلناها برضو الفيديو اللي فات انت اكس مثلا بيكوال 5 تمام وبعد كده والله انت برضو عشان لازم البوينتر يكون من نفس الفاريبل اللي هيشاور عليه فانت مثلا بي اس بيكوال ايه؟ بيكوال ادرس امبرسنت الاس مش كده؟ كده ايه اللي حصل؟ كده بقى البوينتر ده بيشاور على عنوان الاس. فلو انا جيت هنا امسح كل الكلام ده بتكلم طبعا من السي انا بحاول اكون معاك يعني للاخر. لو انا جيت هنا انا قلت كده برنت اف برسنتج دي هقول والله بي اس يا ترى هيقول لي ايه؟ فيها حاجه غلط ايرور اكسبكتد بيفور اند اه سوري سيمي كولن طبع ايه؟ طبع الادرس مكان بتاع الاس مش كده؟ طبعا الادرس بتاع الاس لكن انا لو حطيت هنا طبعا ده كلام موجود من السي بس برضه براجع معاك كل حاجه لو انا حطيت هنا كده استرسك ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي الاس الخمسه نفسها اللي هي موجوده جوه الاس يبقى هنا كده بروح للي بيشاور عليه البي اس تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الخمسه او المكان اللي موجود في الميموري باخد القيمه اللي جواه بقى نفسها. تعال بقى نرجع للمكان اللي فوق ده تاني انا كده غلطت انا كده ما بعتش بوينتر انا كده بعت الحاجه اللي بيشاور عليها البوينتر نفسها مش ده اللي انا عايزه خالص وهنا برضه انا ما بعتش بوينتر انا كده بعت الحاجه اللي بيشاور عليها البوينتر نفسها فهي هنا البوب اصلا مستنيه بوينترز. طب ايه هما البوينترز اللي هما دول اللي هما دول انا كده عملت كرييشن للبوينتر فهي هنا اصلا مستنيه البوينترز دول مش مستنيه الفاريبلز اللي بيشاوروا عليها كويس جدا كده كويس جدا كده. طيب كده انا ناديت البوب لأول مرة خلاص. لو أنا وقفت على كده يبقى أنا كده إيه اللي حصل؟ كل اللي عملته زيادة إن أنا عملت ديكلريشن جديد للبوب، يعني إيه؟ يعني ده نفس الإنترفيس بتاع البوب. تعالى بص كده. أهو. ده نفس الإنترفيس بالظبط بتاع البوب.
وهي بتنفذ فانكشن هنا. كويس. انا كل اللي عملته ايه؟ ان انا ناديت الانترفيس ده تاني وحطه هنا. فالقيمه اللي هترجع من الاثنين دولت او القيمه اللي هترجع من البي اي هترجع لي هنا. يعني انا ما عملش حاجه جديده. بس كده اللي هيحصل، كده اللي هيحصل بالنسبه لي ان فين البنت كده اللي هيحصل بالنسبه لي ان هتفضل البوب واقفه لي هنا كده، وهيفضل التوب هنا خلاص باربعه وخلاص الموضوع انتهى، والتالت دي بيعتبر اتمسحت بره الموضوع. انا رجعتها، بس لو ناديت بوش، لو ناديت بوب كمان مره هينزل لي على المكان الرقم تحتها، فمش هينفع تاني الثلاثه تكون موجوده تاني. فانا مش ده اللي الستاك توب عايزاه. الستاك توب عايزه ترجعها من غير ما تمسحها من جوه الستاك. يبقى الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه نادي بقى على على الفانكشن اللي هترجع لي التوب تاني بمكانه، اللي هتخلي التوب تاني برقم 5 عشان يقف في المكان بتاعه كمان مره. وصل الفكره؟ تعالى برضو النادي على بوش. البوش مستنيه ايه؟ البوش مستنيه ايتم، او مستنيه الايتم نفسه. كويس. ومستنيه بوينتر للستاك. هتقول لي طب والله لو هي مستنيه الايتم نفسه هبعت لها بقى البي اي دلوقتي وهبعت لها البي اس، مش كده ولا ايه؟ هتقول لي طب انت كده عكست كلامك اللي فوق. هقول لك بالظبط، برافو عليك. هنا بقى البوش مستنيه ايه؟ البوش مستنيه الايتم نفسه اللي بيشاور عليه البوينتر. يبقى لازم ابعت لها الستار بي اي عشان تروح على البوينتر نفسه، اللي هو لو هنا كده او لو انت فاكر من هنا شويه تروح على الخمسه نفسها اللي هي موجوده جوه الاس. يبقى انا عايز اروح على الفاريبل نفسه اللي موجود دلوقتي، اللي هو هنا كام؟ اللي هو هنا 3، اللي هو رقم 3 هنا. مش عايز اروح على البوينتر بتاعه. وصلت الفكره كده؟ سوري. تمام. طيب دي ستاك توب يوزر ليفل، مش كده ولا ايه؟ تعالى ناديها. طب يا ترى قبل ما ناديها الاول ايه البري كونديشن بتاعها؟ تعالى مثلا نعمل هنا كده شويه عشان بس افرق لك ان اللي فوق ده امبلمنتيشن ليفل واللي تحت ده يوزر ليفل. طبعا ديسبلاي معانا يوزر ليفل عشان بس ما تخبطش. ده من ترافرس الفيديو اللي فات. الفيديو كده زاد ولا ايه؟ زاد، انا اسف، مش مهم. طيب ستاك توب يوزر ليفل ايه كده الفكره اللي فيها هنا بقى؟ هي هنا دلوقتي بقت يوزر ليفل، مش كده؟ ايه البري كونديشن بتاعها؟ نفس البري كونديشن بتاع ايه؟ بتاع الستاك توب العاديه طبعا، ان الستاك يكون انيشاليزد ومش فاضي. الستاك يكون انيشاليزد ومش فاضي. راجع على على البري كونديشنز بتاعت الستاك توب، اكيد شرح فيها الكلام ده بالتفصيل طبعا. تعال ندي بقى هنا واحده واحده. ستاك اس كرييت ستاك امبرسنت اس هفوش مثلا element واحد. element ده هيبقى مثلا 5 و ويربي مثلا ابعت امبرسنت الاس. وبعد كده ايه؟ عايز ارجع الخمسه دي. ستاك توب يوزر ليفل اي هتاخد ايه؟ هتاخد ادرس، ادرس بي اي. طب بي اي ده فين؟ هنا انت اهو. اي مثلا او element item هبعت هنا ايه؟ امبرسنت الايتم. ان هي مستنيه فوق ايه؟ مستنيه من فوق امبرسنت، زي بالظبط لما كنت بنادي على البوب. ما البوب كنت ببعت لها امبرسنت الايتم اللي هبوب فيه، وامبرسنت الستاك اللي هبوب منه. كويس جدا كده. ايتم امبرسنت ايتم، وطبعا امبرسنت الاس. تعال نرن كده تبقى ما فيش اي مشكله خالص. في مشكله هنا، حدش بس يقول انا كنت سالها سيمي كولن ايرور اس. سوري. احنا ما طبعناش. تعالى كده برنت اف برسنتج دي الايتم. اي 5. الموضوع اشتغل ولا لا؟ خلاص الموضوع انتهى. لو انا جيت بقى، لو انا جيت عملت ستاك سايز بس مثلا قلت انت اس في اس ده بلاش اس مش عارف انت ار مثلا ايكوال ستاك سايز، لان طبعا الستاك سايز بترجع انتجر. ستاك سايز مثلا بعت لها الاس. اعمل تاني برنت اف هنا تاني واقول مثلا هنا كده برسنتج دي
الار. اشيل اللاين هنا بس، يبقى كده اشتغلت الستاك توب زي ما انا عايز بالظبط. هي والله عملت لي كوبي من الاليمنت اللي موجود في اخر مكان دلوقتي في الاستاك، بس لسه الاستاك بتاعي السايز بتاعه ما اتغيرش، يبقى الاليمنت ما اتمسحش فعلا من جوه الاستاك. لو انا عملت بوب كمان مره الاليمنت بقى هيرجع لي، يعني هيرجع لي كمان خمسه، بس لو رديت انا الستاك سايز هتبقى بزيرو. وصل الفكره؟ بس كده الستاك توب بالنسبه لي خلصت. الحته بتاعت البوينتر ديت هي حته تلخبط شويه، بس يا رب يكون الموضوع وضحت معاك. تمام جدا كده. هتقول لي طيب هو انا ممكن وانا في الامبلمنتيشن ليفل اكتب الفانكشنز دي بنفس الشكل ده بالظبط؟ يعني انا ممكن دلوقتي كامبلمنتر وعملت فانكشن ستاك توب كتبتها في الامبلمنتيشن ليفل، هل ممكن انادي على الاثنين فانكشنز دولت، الاثنين فانكشنز دولت في الامبلمنتيشن ليفل؟ اقول لك اه ممكن تناديهم عليهم طبعا، طبعا بعد ما يكونوا اتكتبوا. يعني انت تكون كتبت في فانكشنز بوش وبوب كويس جدا، والموضوع بالنسبه لهم تمام وشغالين وكل حاجه، تنادي عليهم تاني بنفس الشكل ده بالظبط في الستاك توب، وتكون هي الستاك توب بتاعه الامبلمنتيشن ليفل. هتقول لي طيب ايه الفرق؟ اقول لك الفرق في البرفورمانس. يعني انت في الستاك توب العاديه اللي هي دي، تعالى بقى نشيل الكومنت بتاعها. طبعا دلوقتي هي انا كنت حاطط كومنت عشان اقول لك ان اعتبر ان هي مش موجوده اصلا في الامبلمنتيشن ليفل. لو انا هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا اللي الخطوات اللي بتحصل خطوتين. اول خطوه التوب بينزل بواحد او بيجيب مكان رقم واحد، وتاني خطوه اللي هو بيعمل اساينمنت. يعني الفكره في الكومبلكس بتاع الكود ده مش حاجه، يعني في الاول وفي الاخر هي بيج اوف 1. تمام؟ فمالكش دعوه بالالجوريزم دلوقتي، بس هو الخطوات اللي بتحصل او الستبس اللي بتحصل عشان الفانكشن دي تتنفذ مش موضوع. يعني هو كل الفكره ان هي كونستنت، الموضوع ثابت ايا كان حجم الستاك توب او ايا كان حجم الستاك نفسه شكله عامل ازاي. في الاول وفي الاخر هو بيشتغل خطوات محدده جدا. فهنا فكره كومبلكس شويه، وهنا فكره مثلا الكود ممكن يكون اسرع او البرفورمانس شويه. طبعا مش هبان هنا ان الكود بسيط جدا في الاول وفي الاخر، بس بعد كده عشان تكون الفكره عندك. بس هنا اللي بيحصل ايه؟ هنا اللي بيحصل ان هو بيحتاج ينادي على اثنين فانكشنز، فالكولنج للفانكشن نفسه بيستخدم مكان للميموري، الكولنج من الفانكشن نفسه بياخد ادرس في الميموري. ما انت لما بتنادي على الفانكشن ديت، ما احنا اتفقنا من الترافيرس المره اللي فاتت الفانكشن ديت ليها ادرس برضه، فبيتحجز لها مكان في الميموري تاني، والبوش بيتحجز لها مكان في الميموري تاني. وصلت لك؟ وطبعا الكود اللي بيتنفذ جواها، فهتلاقي انك بتعمل برفورمانس اقل. لو الفانكشنز ديت بتعمل جوه امبلمنتيشن كبير جدا، هتلاقي انك وانت بتناديهم تاني في الامبلمنتيشن ليفل او انت بتستخدمهم عشان تبني فانكشن جديده، انت كده بتقلل البرفورمانس بتاعك من غير ما تاخد بالك. يعني بدل ما تعمل كود واحد يكتب في الفانكشن ده، فيكون الكولنج للفانكشن او انك تنادي الفانكشن مره واحده بس في يوزر ليفل، غير انك لما تيجي هنا تنادي الستاك توب. يعني انا الستاك توب لما تنادي ايه اللي حصل؟ نادت على الستاك توب، والستاك توب نادت على البوب، والستاك توب تاني نادت على البوش. يعني اتنادى على ثلاثه فانكشنز. بس لما انت استخدمت الستاك توب بتاعت اليوزر ليفل بتاعت الامبلمنتيشن ليفل اللي هي الستاك توب دي، ما ناداش على حاجه، ونفذ الكود بتاعها بس. فهنا فكره كومبلكس شويه عشان تكون بس الامور واضحه بالنسبه لك. يعني بس كده الموضوع انتهى. طبعا البي اي هنا هترجع بقى في الانتير ده، هترجع في المكان ده كده، ترجع في الشكل ده. تمام؟ فالانتجر المبعوث هنا او البوينتر المبعوث هنا البي اي هترجعه لي هنا. هتقول لي طيب هو البي اي هتتمسح؟ اقول لك لا، انا لما برجعها ما بتمسحش منها ولا حاجه. يعني البوب بترجع منها البي اي موجوده، او الاليمنت موجود جوه البي اي، وبعد كده بقول له ايه؟ بقول له اعمل لي بوش اللي موجود في البي اي حطه لي في الاستاك، حط اعمل لي فيه بوش تاني. هتقول لي طب ما انا كده لما عملت بوش البي اي اتمسحت. اقول لك لا طبعا ما اتمسحتش ولا حاجه، بكل بساطه شديده جدا. احنا قلنا الاساينمنت او الديستركتيف اوبريتورز من اليمين للشمال. يعني لما اقول هنا كده انت اي ايكوال اس، هل اس متعرف هنا حاجه مثلا، او ايكوال ار مثلا، وار هنا شايله السايز بتاع الستاك، يبقى كده الار ما اتمسحش اللي جواها،
الاي هو اللي اتمسح اللي جواه، لو كان الاي دي فيها قيمه اللي هي المفروض دلوقتي جاربج، تمام؟ فهنا بالظبط نفس الفكره، البي اي ارجع بقى تاني للبوش بتاعها. تعالى كده نبص للبوش، فين البوش؟ ادي البوش اهي، البي اي اهي، فين البي اي اللي هي الايتم اللي هو ده؟ يعني اعتبر هنا ان كده هنا البي اي. هتقول لي طيب هي بوينتر هنا ليه ومش هناك بوينتر ليه؟ هقول لك بالظبط، ارجع نفس الفكره تاني، ان انا هنا بنادي على القيمه اللي بتشاور عليها البي اي نفسها، مش البوينتر نفسه. فاعتبر هنا كده ان ده الايتم اللي هو هنا تحت البي اي بيتحط هنا، يعني ده هنا كده الار وده هنا كده الاي، الار والاي اللي هم دول، عشان اوصل لك الفكره. فاللي هنا مش هيتمسح اللي هي هنا البي اي، يعني اللي جوه البي اي نفسها واللي جوه الايتم هنا مش هيتمسح ولا حاجه، اللي هيتمسح اللي جوه المكان ده اللي هو الاي، لان المكان ده في الاول وفي الاخر باص، يعني بيشار على مكان معين اللي هو بي اس اكسس انتري وبي اس اكسس توب، اللي هو المكان اللي واقف فيه التوب دلوقتي. فالبي اي مش هيتمسح ولا حاجه، عشان ما حدش يتلخبط. بس يعني اللي موجود هنا في البي اي كده لما اتعمل له توب وبعد كده اتعمل بوش تاني، فالموضوع ما اتمسحش، فلما يرجع هنا البي اي هيرجع القيمه اللي جواه فعلا. يا رب تكون الامور وضحت شويه. انا عارف ان انا بتكلم في تفاصيل زياده جدا، بس عشان الامور عندك ما بتتلخبطش بس. طيب انا هخلي الفيديو الجاي، ومش هيطول على حاجه برضو، هخلي الفيديو الجاي باذن الله هو خاص بقى بالملفات والكلام ده كله، هنشرح بقى الستاك دوت سي والستاك دوت اتش وازاي تربطهم بالمتيشن بتاعك والكلام ده كله. بس لحد دلوقتي كده انت كده خلصت كل حاجه، الستاك انتهى نهائي، الموضوع بالنسبه لك الحمد لله رب العالمين كده تمام يعني. طبعا اي اسئله اللي تحت امركم، والفيديو الجاي بقى باذن الله هو هيبقى الفيديو اللي انت فعلا محتاجه، انك بقى تعرف ازاي تكتب الكلام ده فعلا في الامبلمنتيشن ليفل، وازاي تشتغل وتربطهم ما بين بعضهم، والكلام المهم جدا بقى. همشي خطوه خطوه طبعا على الكود بلوكس، اقول لك ازاي تربط الملفات ببعضها، هقول لك ازاي تكتب الكلام ده هنا، ازاي تربطهم ما بينهم وبين بعضهم، فهتكون الامور واضحه باذن الله. لحد كده دلوقتي طبعا ده مش هيحصل خالص، الكلام اللي كاتبه هنا ده كده مش هيحصل خالص، ان ده طبعا يوزر ليفل مش امبلمنتيشن ليفل ولا حاجه، فكل حاجه باينه قدامك، فكل ده طبعا هيتفصل بقى في ملفات خاصه بيها لوحدها يعني. يا رب تكون الامور وضحت. انا عارف الفيديو ده تقيل شويه، او الستاك توب دي فانكشن رخمه شويه، محتاجه تكون تفهم كويس، بس صدقني لو فهمتها كويس كل اللي جاي بعد كده هيبقى سهل جدا. لو فهمت حته البوينترز دي بالذات، هي فين ستاك توب اه يوزر ليفل اي، لو فهمت حته البوينترز دي بالذات كده اللي هي الحته اللي حصلت هنا دي، لو فهمتها فعلا الموضوع بالنسبه لك هيبقى بعد كده سهل جدا بسيط باذن الله يعني. ماشي، شكرا يا شباب.